السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شير 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 أدونا الشير يا جماعة. الصفحة على بلاغات على غيد على كل الآن هنا في الأصفر باقي لها درجة وتمشي الأحمر. الناس زي ما بينجحوا ما بقفلوها، طالما في شير طالما أنت موجود ما بقفلوها. عشان كده ادينا الشير ادينا الشير شير قدر ما تقدر شير قدر ما تقدر. اي والله العظيم الله يديكم الصحة ويديكم العافية. اول حاجة الميرم سارة اسماعيل، الميرم سارة اسماعيل تستحق نخط صورة حقتها في البروفايل حقنا، تستحق. ده واجبنا، أول حاجة ده واجب. لا جابوا لمعوها، لا جابوا لها عربية رفعافية، لا جابوا لها حلق كبير. العدو جاء طلعت توبة، طلعت حاجاتها، لبست الكاكي، شال السلاح، رفعته. عشان كده الصورة دي طبيعية جدا تلقاها في أي بروفايل. أي سوداني مفروض يفتخر بالميرم سارة إسماعيل الفاشر. لو كل الناس كانت بنفس سارة الجنجويدي ده كان من اليوم الثاني ما قعد في السودان ولا ثانية، قسما بالله العلي العظيم ولا ثانية ما كان قعد في السودان. عشان كده نحن لما خطينا صورة حقتها خطيناها لأنها تستاهل وتستحق، لا مجاملة ولا لف ولا دوران، تستاهل وتستحق. المفروض دي تكون رسالتنا للعالم، مفروض الصورة دي تصل للعالم كله، مفروض الهاشتاج يكون سارة، مفروض الهاشتاج الطبيعي الآن يكون هاشتاج الميرم سارة. صورة تكون في كل الفيس، في كل الواتس، في كل التيك توك، في كل المنابر تكون سارة. ليه؟ عشان العالم يعرف الجنجويد بيحارب في منه، عشان العالم يعرف الجنجويد بيتهك في بيعمل في شنو الجنجويد مع منه وضد منه، عشان العالم يعرف أن الحرب دي ما بين جنرالين ولا بين جيشين، الحرب دي بين جنجويد وبين شعب سوداني، ودي الحرائر. الشعب السوداني بدافع عن شرفه بيطلع خالص سلك الليلة، بقول لك شنو بيقول لك؟ ندين الاحتداءات أول حاجة بقدم التي قام بها الجيش في الفاشر، الجيش القام بالاحتداءات أول حاجة بقدم. اقسم بالله الميرم دي ارجل من خالد سيلك وارجل من ابو جابو، لانه لو ابو راجل ما كان جاب لنا وسخ زي ده. انتهاكات شنو ديل؟ دي حرمه سودانيه طالعه شايله السلاح تدافع عن عرضها ونفسها، تدافع عن بيتها، تدافع عن بيتها، تدافع عن بيتها. يا خالد سلك انت ما شايف؟ ما شايف الحرمه دي ارجل منك؟ طالعه تدافع عن شرفها. ليكون خمسه يوم، سته يوم، سبعه يوم، ثمانيه يوم، تسعه يوم تكوركو الفاشر ونحذر، والفاشر والفاشر حتظبط، والفاشر والفاشر، والنتيجه هوب كذب. للفاشر سقطت ولو الجنجويد سقط. ليه الفاشر ما سقطت؟ لو جينا سألنا سؤالنا ودارين نراجع الفاشر ليه ما سقطت، ليه ما سقطت زي كل المناطق؟ لأنه الفاشر فيها تلاحم شعبي ما زي الضعين. الضعين كانت فيها حاضنة غزرة، فيها حاضنة وسخة، فيها حاضنة بتاعت همباتة، عشان كده سقطت.
لكن الفاشر لأنه كلهم واحد، مواطنين، جيش، حركات، كلهم متفقين على أي واحد، الجنجويد يتبل. عشان كده الفاشر ما سقطت وما حتسقط الفاشر ليوم الدين، وأي زول براهن عليها أنا أقول لك الضاب، ولو في طواطو ما بتسقط، لأنه الحريم يا هنا سارة ديل شايلات السلاح وقعدات حارسات بيوتين. والله الجنجويد ده وسارة دي برا تسكو، ديل ما بينسحب، ديل ما قام جاريات، مجرد ما قالوا الجنجويد أي واحد شال شنطته وجرت، لا وقفهم بسلاح قدام بيبان حرسا بيوتين. جنجويد بلد زي دي مخشة، والله ليوم القيامة ما يخشها، ليوم القيامة ما يخشها. للآن 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 بيت البيكة شغال، للآن بيوت البيكة شغال بتحت الجنجويد، للآن شغالين يبكوا من معركة الفاشر، للآن يصرخوا، للآن يبكوا، للآن يتوجعوا، للآن يتألموا، معركة تحت الفاشر. معركة الفاشر دي تكتب في التاريخ، تاريخ كبير، معركة الفاشر. تجيب المقدمة حقتها بعد أن حشد الجنجويد غرابة الأربعة أشهر، ما خلوا مرتزق من برا، ما خلوا سلاح من برا، ما خلوا عتاد من برا، ساعدهم المنظمات، ساعدوهم كده، تجيب تكتب مقدمة كاملة. عدد الجنجويد أكثر من 280 تاتشر جاي من مناطق متعددة، وغير الثنائيات والرباعيات والدوشكة، وغير عشرات الآلاف من المواطن. الدق ودق العيش صيج وعرض ال 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 الهالك علي يعقوب، قام جاري وبشوق، قام جاري السابق مرسل سباق بين علي يعقوب وبشوق، منو اللي بيصل من اللي طول؟ خلوا عرباتهم، دي معركة، ما معركة سهلة عشان انت تقعد تعاين، دي معركة كبيرة جدا 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 جدا. المعركة دي العالم كله كان بيتكلم عنها، المعركة كله العالم كله شايف وعارف النازل بيجهزوا في شنو، العالم كله كان متفق، العالم كله كان متواطي وبيهددوا فينا نحن انه كده، وكل العالم ما في زول ما حدد. والنتيجه هوا 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 هوا، يجيبوا له الرجال زي الناس يجيبون الفاشر، يجيبوا الرجال زي الناس يخشبون الفاشر. عشان كده معركه الفاشر دي الان القحاطي خشمه حنضل، القحاطي اقسم بالله العظيم متوجع اكثر من الجنجويدي، متألم اكثر من الجنجويدي، باكي اكثر من الجنجويدي، لانه كان براهن علي مع الفاشر، كان براهن والفاشر والفاشر. وحتى اعلامهم بدا يقول لك من الفاشر سقطت، فاشر سقطت في البدايه، كلهم طلعوا الفاشر سقطت، والنتيجه هذيك الفاشر شامخه، شامخ الفاشر قاعدة هذيك الفاشر برجاله. التحية والاحترام والتقدير للميرم سارة، والناس يا جماعة أبسط الحاجات الناس تاخد صورتها، حاجة اللي بيشوفها انت بسيطة، الصورة دي بسيطة، الصورة دي بتوجع وتألم، بتألم بتألم. ديل الناس الدافع بس تاخد ديل 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 الحرائر الدافع عن الفاشر وصدنا الجنجويد، حالته ناسنا ولايت بس فكولون دي. الحاجة دي مؤلمة مؤلمة والله، انت بتشوفها بسيطة لكن الجنجويدي مما يشوف الصورة دي بيعرف حاجة، بيتذكر حاجة. عشان كده الناس تعمل الحاجات اللي بتصل العالم، الهاشتاجات تخط الصورة، العالم بيزعل الصورة رافعينها دي منه، دي مالها، بيزعل بيشوف ليه الصورة دي مخطوطة، ليه دي الناس بتعرف بتسأل. عشان كده الناس تخط الصورة وتدي الميرم سارة حقها، هي ما مشحودة، دي ده وطنة وبتدافع عن الرضا، لكن احنا شغل زي ده نستغله صح اعلاميا للعالم، اعلاميا للعالم عشان العالم يعرف، يعرف الحاصل شنو ويعرف الفاشر فيه منو والحارس منو.
نمشي نشوف يا جماعة الميدان، ادونا الشيرة يا جماعة، ادونا الشيرة عشان اديكم الميدان. الشيرة يا جماعة، الشيرة يا جماعة، الشير بسيط، ادونا شير. يعني الشير الناس اللي قاعدين 1700 والشير تلقى 500، الناس الباقيين اصابعينهم ما في. وكنت انت ما قادر تشير ده، تعرف الخبر ليه؟ شير عشان تجيك الخبر. الشير ده ما بتدفع في بنكك ولا بتدفع في عملة، شير بتسمع به خبر. اساسا انت ما قادر تشير، ما تخش تملى لنا تزحمنا ساي. ادونا شير يا جماعة، عشان انت ما بتشير بهناك البلاغات بتكون اكتر، الصفحة بتضرب. بيقولوا طالما ما في شير المحتوى ده غير مرغوب فيه، اضرب اضربوا لي. انت طالما حاضر وقاعد وبكامل لحمك وتسمع وتتقلب كده وتتقلب بهنا، عشان انا ما اطلع لايف ابين لكم، انا ممكن ابين لكم عادي جدا جدا. انا يزول الناس معاي قاعد ابين لهم، عشان كده ادونا الشير عشان الصفحة ما تضرب. نمشي نشوف الميدان يا جماعة. أول حاجة 48 ساعة أول أمس ومس كانت حنضل على الجنجويد في الحلفاية، كانت عبارة عن مسيرات ردم جد، كل 15 دقائق مسيرات مسيرات ردمون ردم الجن في الحلفاية، ردمون ردم الجن مسيرات مسيرات ما طبيعية شغالة، اشتغلت في الحلفاية وفي بحري. لكن الحلفاية كان عندها نصيب الأسد، الحلفاية كان فيها نصيب الأسد مسيرات، اشتغلت فوق مسيرات كمية كبيرة، 48 ساعة رديم جد. كلام اللي بقوله لك ده شهود عيان، تلفونات من هناك دخلت أمس، الحاصل 1 2 3 4 48 ساعة ما نومنا. مسيرات الجنجويد ديل اجاروا بالشوارع، ما عارفين يمشوا وين، غربال. 48 ساعة كانت مسيرات، شبكة كانت قاطعة، معلومات كانت ما في، الامور ما في، ادوبة مسجات مسيرات. الحلفاية كانت شغل ثقيل جدا جدا. الكدر تاتشر قبضوا لهم بوكسي، قبضوا لهم شغالين، ما في حاجة داخل المصفى ولا حاجة طالعة من المصفى. يا هو اليوم بنقوله ليك اللي بنكرر ليك، لا في حاجة داخل المصفى ولا في حاجة طالعة من المصفى، الجنجويد محاصرين، المصفى معزول، الخناق ماشي لقدام. قربت 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 بصورة ما طبيعية، مسيرات بفوق، أي شفت مرقة لجنجويد مد راسه المسيرة بتاكله، والمسيرة ما بتاكل بس، بتاكل الجنجويد محلات واقف. دقة دقة دقة، الناس زي المنتهيين، الناس زي الراقدين سلطة جوا، ململة ثقيلة، ململة 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 ثقيلة. وبيبرا بدقوا لهم الوقود ما في عشان نجي نلحقهم، ما عندنا وقود عشان نجي نلحقهم، العربات ما بتتحرك، دارين وقود عشان نلحقهم، دارين وقود عشان نفزحكم، ما عندنا وقود، حاولوا طلعوا لنا وقود. واللي بيطلع الوقود من جوا بيتبلى برا، اي وقود طلع من جوا يتبلى برا. وقود ده بدقوا لهم تلفونات، لانه هناك في عربات كثيره واقفه لا زمن، فتره طويله في مزارع في شرق النيل، وفي مزارع حول صوبة وبوتري، عندهم عربات واقفة لها فترة وما فيها وقود، وفتشوا للوقود ما لاقين، ما لاقين الوقود، ما لاقين وقود. الآن بدهم يجيبوا لنا، وبيطلع تانكر دق كل يوم، تانكر تانكرين، التناكر كملا، طلعوا شنو كاسي بوكس أمس مليان طوال الدز، عربة أي حاجة تطلع من جوا مبلولة، الا منو؟ الا المهندسين. شوف الجيش ده دقيق كيف، شفت مهندسين قسم بالله مرقوا وطلعوا ومشوا لاهلهم، والله ما جاتهم الهبشه، والان عند اهلهم، والله العظيم سالنا قال والله اي حاجه تطلع غير الناس المدنيين بتتبلى، لو جنجويدي لبس مدني بيتبلى، عشان تعرف الجيش دقيق ومراقب وصاحي وواعي، ما كلام ساي، كلام بتاع وعي وكلام بتاع ناس واعيه قاعده.
اي حاجه طالعه مبلوله. كدر دي وقفت يوم ما بتقيف. الكدر دي لو ما جابوا لك كل يوم يومين جابوا لك قال لك في تاتشر وفي تعرف الموضوع فاكي. لكن طالما الكدر كل يوم بتجيك وجغمنا ثلاثه وجغمنا اربعه وجغمنا اثنين انت فطمين. يوم الكدر تجيف الليلة وقفت ما جاتك حاجة بكرة ما جاتك حاجة هنا في احتمالين، الجنجويد الجوة خلاص دارين يسلموا انتهوا ما عندهم حاجة او الطريق فتح ما في تالي. يومين ثلاثة ما تسمع الكدر دي قبضوا خمشوا قتلوا معناته في مشكلة، اما الجنجويد خلاص انتهوا ما عندهم حاجة او الجنجويد او الكدر فتحت. لكن الان الكدر داير ما يدور سيطرة تامة. ولنا وشفت باللحية ما بيقدروا يخشوا، شفت باللحية ما بيقدروا يخشوا. مراقبة 24 ساعة، عين مفتحة كده قدر الفنجان. قصة منتهية. المصفى ما زالت بتاعت وقت. حنقوم بالليل، حنقوم الصباح، حنقوم نسمع استلام المصفى، تحرير المصفى، حتسمع الكلام ده قريب جدا 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 جدا. موضوع قاضي لا يشيلوك بالمسيرة المشهد ضربت وين والمسيرة وين، ده كله ما عنده قيمة. شفت انهيار المصفى ده الكلام اللي بيمشي العمل وده الكلام اللي بيجيب الوطن. لكن مسيرة طلعت هنا ده كله عشان يفكوا الحصار. وحتى الفاشر دي برضو الشغل بتاع الفاشر ده ما ساي. الناس دي لا يملكون شيء، كذب في طلس في نفاق ونسى حجة صفحات ما عندهم أي حاجة. الآن المصفى محاصر لا داخل لا طالع، موضوع منتهي. الحلفاية مسيرات، بحري مسيرات، كلها مسيرات، مسيرات كمية كبيرة. ليه المسيرات؟ بحري قريب، المصفى انتهى هنا الليل، المصفى بكرة الجيش بيشوفوا دافر جوا بحري. الآن بيشتغلوا في الشغل بتاع شنو؟ القوات الكبيرة. الباقي عندهم تاتشر تاتشرين، عندهم مدفع مدفعين، عندهم بنتهم انه الايامات دي. ليه؟ لانه الجيش حيجي بس مجرد ما المصفى ينقى الجيش طوالي بينزل. من كل الاتجاهات. من كل الاتجاهات الجيش. قصة منتهية، القصة ما فيها حاجة. الخرطوم كذلك، الليلة ما شاء الله طيران مسيرات في كل مكان، أحياء الخرطوم. شاهد عيان. مشى هناك وشاف بعينه المناطق اللي فيها جنجويد واللي ما فيها جنجويد، وطلع وتواصل معانا ورسل لنا الرساله وحلب بالله وحلب بناي وعنوانه وين، وده بيتنا في الحته الفلانيه، ومشيت وشفته ما في جنجويد في الخرطوم. جنجويد كده ما في. اكثر محل احتمال فيه الجنجويد المعموره. اكثر مكان فيه الجنجويد المعموره. وليه؟ ده سؤال انا بعرفه، ليه جنجويد في المعمورة؟ احتمال ده ما جنجويد، احتمال جهة تانية. اي انا عارف. هو شافهم قايلون احتمال جنجويد، وانا عازره انه يقول كده. لانه المعمورة قال وفعلا كلامه صح، لو جاء قال لي المعمورة دي ما شفت لي فيها كدم ولا بقول لك كذاب. المنشية ما فيها. الاركويت قال ما فيها زي اول نهائي. المناطق دي كلها ما فيها. قال ما في تاتشيرات، ما في اي حاجه. حتى الناس القاعدين يا هنا اولاد الحي، اولاد المنطقه، وحتى اولاد المنطقه ما كلهم، اغلبيتهم شردوا مشوا، اغلبيتهم مشوا، اغلبيتنا اولاد المنطقه اللي كانوا شغالين متعاونين شتتوا مشوا. ناس بسيطين بالعدد، ما زي اول المناطق دي ما فيها حاجه، ما فيها حاجه. يعني حتى كلامه المنطق بتاعه في المعموره، احنا بنعرف المعمورة فيها منو القاعد، عارفين. عشان كده هو شاف وافتكر انه ديل تابعين لديل، ديل ما تابعين للجنجويد، ديل ما عندهم علاقة بالجنجويد. معناته الخرطوم يا جماعة مسألة بتاعت وقت انتشار للجيش، الطرق تفتح، تحرير المصفى ده بيحل المشاكل دي كلها. الجيوش القاعدة في شندي، القاعدة في عبرة، الجيوش القاعدة في حطاب، الجيوش القاعدة في الكدر، والجيوش القاعدة في المناطق دي كلها حتنزل. حتنزل الخرطوم بالكباري دي، حتفتح كلها كوبري الحريه، وحتفتح الكباري كلها والكباري دي كلها. لما تفتح ثلاثه كباري وتدخل الخرطوم من ثلاثه محاور، وبالاضافه للمحور بتاع ام درمان اثنين محورين، ام درمان خمسه محاور، والله مش تخش الخرطوم، تخش اي مكان، اي مكان تدخله
ودي الحقيقة. شغلة ما بس المصفى، الحلل في المصفى، الحلل في المصفى، فتح المصفى، انتهينا من المصفى، الجيوش دي كلها بتنزل بتمشي كده ليكم للحرية، النيل الأزرق، كوبري كوبر، المناطق دي، يعني المناطق دي هي الحلل، الحلل اللي بيخلي الجيوش تنزل بكميات كبيرة وتنزل في الخرطوم بكم محور، ما محور واحد، على الأقل 5 محاور. انت كده بتطمئن وانه الجيش ماشي لقدام، لكن الان المسيرات ما بتخلي الجنجويد يزيدوا، الطيران ما بخلي الجنجويد، الجنجويد زادوا في محيط تاتشرين ثلاثة بينجقموا طول بأول. ليه؟ عشان يمهدوا للبرية المشى بعدين لما يجوا، يعني ما بده المجال للجنجويد يزيدوا في الخرطوم، أول ما يشوفون أول بأول بيدمرون. 4 تاتشرات الليلة اتدمرن، شفنا الجغمة بالفيديو في غندهار، المحطة بتاع البشاير، تاتشرين واقفات جنب بعض قدامنا المحطة، والله المحطة ولت أزد، التاتشرين المحطة ولتها مشت. الفيديو موجود، ما نشرنا الفيديو بس نشرنا خبر، لأنه فيديوهات فيها نار طوالي بغيروك يومين ثلاثة، طوالي بغيروك يومين ثلاثة، قسما بالله العظيم المحطة بتاعت بشاير ولتها مشت. الجنجويد ديل واقفين يتفرجوا، عيونهم في راسهم، دق دق بالملي، هن لافين برجولهم، عرباتهم اتحرقن، خليناهم برجولهم، العدة بتاعتهم الثقيلة انتهت، هن لافين ما عندهم حاجة، قاعدين. يعني ده شغل دقيق جدا، يعني المحطة بتاعت بشاير ما اتهبشت، المحطة ما اتهبشت، اللي اتهبش يا هو العربات حقت الجنجويد. عشان كده في شغل كويس، الناس تطمئن بالنسبة للخرطوم بإذن الله تعالى قريب جدا جدا جدا. نمشي للجزيرة يا جماعة، الجزيرة كلمناك، الجيش متقدم على أخبار الجزيرة، الشغل ماشي متقدم، الشغل ما فيه حاجة، لكن رسالتي أنا للقيادة، أنا إحنا عارفين الجيش يتقدم في محاور وفي اختراق، ومستخرجت دفعات كبيرة جدا في المناقل، وتقدمت لحقة أخوانا اللي تقدموا كمية كبيرة. مفروض القيادة الآن، الناس الفوق اللي كانوا في غرفة السيطرة، يا جماعة شيء طبيعي، الناس ديل قاعدين جوا القيادة لهم سنة، لهم سنة، مفروض الآن الجيش يفكر يدخل قيادات جديدة هناك، يريح الناس ديل، ارتاحوا لأنفسهم، قيادات شافت برا، عايشت الحرب برا، كانت جزء من الحرب برا، عشان تقدر تتحكم جوا في الحاصل وتقدر تودي وتجيب. يا جماعة دي الحقيقة، نحن محتاجين تجديد في القيادة، مش ما دارين نتهم ولا دارين نقول الله يوخ ولا أي حاجة، كويسين وبارك الله فيكم وممتازين، لكن الناس دي لهم سنة قاعدين جوا معزولين عن الوضع الحاصل برا، مهما كانوا بشوفوا بالفيديوهات، ومهما كانوا بشوفوا بالأقمار الصناعية، ومهما كانوا بشوفوا بأي حاجة، لكن في تفاصيل لو ما عايشوها بيروحوا وشافوها بيروحوا ما بحسوها. في قيادات كانت في الميدان، لواءات كانوا قايدين متحركات موجودين في الميدان، مفروض اللواءات دي الآن التحقوا بغرفة السيطرة جوا. ليه؟ لأنه عارفين القوة بتاعت الجنجويدي، مقدرته القتالية، انتشاره، هل بيقدر يعمل، هل بيقدر يسوي، هل في حاجات في الجوة بيبنوا عليه حاجات ما موجودة، بيبنوا على أنه الجنجويدي ده قوة ضاربة، دي الحقيقة أقسم بالله العظيم، الناس الجوة ديل بيبنوا على أنه الجنجويدي ده قوة ضاربة، أنه الجنجويدي ده ما بتهزم، ده أنا ده حسب الحاجة اللي هون خايفين منه كده ماسكين الناس ديل، لو فكون يوم واحد والله يدوسوا أبو أي جنجويدي في السودان، أبو أي جنجويدي في السودان يدوسوا. الناس الفوق ديل مفروض ياخذوا راحتهم، غرفة السيطرة ياخذوا، يدخلوا ناس من اللواءات المتحركات اللي كانوا في الميدان اللي كانوا شافوا داوسوا عارفين، يدخلون غرفة السيطرة، الناس ديل يطلعون يدون راحة، يمشوا لأهلهم يرتاحوا، ياخذوا لهم جمة سنة كاملة
سنة كاملة ترتاح، حتى مقدراتكم الذهنية وانتوا أعماركم كبيرة بتقل بتقل منطق يعني، ما بتقل، وانت مرهق وقاعد وضغوطات وسنة كاملة وحكايتك مستحيل. انت ما موصل، انت موصل انك بمكانات، عندك حاجات عندك الآن، بتكون تعبان مرهق ما طبيعي، محتاج انك ترجع، محتاج انك تطلع تلاقي الناس. الآن بتكون اتوحشتها، بقيت متوحش، ما عارف الحاصل برا، مهما كنت متواصل بتليفون ما بديك الحقيقة، مهما كنت بتشوف التلفزيون ما بديك الحقيقة، مهما كنت ما بتديك الحقيقة. الحقيقة المفروض تكونوا عارفينها يا جوا، انه الجنجويد دير اجبن خلق الله، اجبن خلق الله. لو بعكاكيس وقلتوا بسم الله الرحمن الرحيم، والله تنظفوا السودان كله من الجنجويد. خلي بسلاح، السلاح ده والله الجنجويد ما بيعرف يستخدمه، والله العظيم ما بيعرف يستخدم السلاح، ودي الحقيقة. اي معركة دخلت الجنجويد فيس تو فيس مع الجيش خسرة. جنجويد بيمشي تلبد للزقاقات، بتلبد بالبيوت، بيحتمي جوا البيوت، بيمشي تدسه. جيش لاقى جنجويد كده زي المعركة بتاعت الفاشر، لاقوهم فيس تو فيس وانتصر، الجماعة بينتصر. والله لو قعد مليون سنة ما ينتصر. عشان كده محتاجين القيادة بتاعت الجيش، الغرفة بتاعت السيطرة اللي اجتهدت وما قصرت ووقفت وثبتت اركان الدولة، مشكورة، بارك الله فيكم، انجزتوا. دخلوا لنا قيادات تاني شايف الحاصل، عايشة الحاصل، شافت تمشي هناك بتتصرف. يا جماعة دي انا بقول لك كلام ده وانا مسؤول منه، كلامي بقوله انا ده مسؤول منه. في مشكلة في حتة محددة. القصة ما برهان، القصة ما برهان، برهان قال لهم دبل ليه، برهان قال لهم استعملوا القوة القصوى. أنا الكلام ده بقوله لك ومزول منه، قلت لك اسمع كلامي. أي حاجة استخدموها في شغل بتاع قيادة، أنا ما بقول لك شغل بتاع العصر الحجري، قبل العصر الحجري بشوية، شغل قبل العصر الحجري بشوية. الآن ده المعركة دي معركة بتاعت سرعة، بتاعت خفة، دي ما معركة بتاعت ارتكاز وحفرة وقعد، لا المعارك اتغيرت، المعارك اتغيرت. دي ما معركة بتاعت مشينا حبة 5 أمتار حفرنا حفرة دخلنا تحتها، انت بتدي مساحة وتدي زمن. دي معركة بتاعت اركب طوالي وقدام دوس، دقيت وقع قدام وانت دايس في نفس الاستثمار، زمن، مساحة، مسافة، وقت، كل حاجة. أسي بتاعت الفاشر دي لو في تعليمات طوالي بتاعت القيادة، والقيادة القاعدة في الفاشر الفوق، القاعدة الفوق، القائد بتاع المنطقة العسكرية كان عنده القرار، وكان أقسم بالله طوالي يدوسوا لمليط، يخش معاهم مليط، يدقهم في الفاشر ويمشي يعلن الانتصار من مليط، قسما بالله العظيم. صعبة ما صعبة، ناس جوك ودقيتهم وماشيين جارين خايفين، حتخلوني سكون، حيجروا وين؟ حيجروا وين؟ حيمشوا وين؟ حيطيروا السما، ناس انت دقيتهم كلهم وشتتهم، امشي وراهم، عندك القوة الكافية، عندك امشي وراهم بتنتهي منهم. لكن انتوا دارين تعملوا انتصار وقتي؟ مشيتوا حررتوا منطقة؟ قعدتوا فيها؟ جيب احفر حفرك، احفر خنادقك، اعمل هنايك، اقعدوا. دي زمانك انتهت الحروب دي، والله والله انتهت، اقسم بالله انتهت الحروب دي زمانك. شفتوا زمانك 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 يا غيادة انتهت. دي كانت في الجنوب، الحفر، واحفر حفرتك، وذاك متحرك، وحفرتي وحفرتك، وخندقي وخندقك. الآن الشغل سرعة سرعة، يعني انت لقيت فرصة، ما بتنتظر تعليمات تجيك من فوق عشان انت تمش. انت لقيت فرصة بتحقق لك بأمينة 100% بتركب قدام، لكن تنتظر وانت قدامك ادو انا منتصر وده قدامي وبمشي وبجغم وربع ساعه
ومنتظر قرار يجيك من فوق عشان تتقدم وعشان تمش تجغم، معناته كده ما حتجغم اليوم والله، معناته كده حتتاخر حتتاخر وحتجي الفرصه وتمش مليون مره. ليه؟ لانه في قرار فوق متخلف جدا عسكريا، في قرار فوق متخلف جدا تكتيكيا، في قرار فوق ما عنده علاقه بالواقع الناس العايشه. احنا تواصلنا مع ناس كثير وعارفين حاجات كثير، الان المعركه في يدنا وفي متناولنا. الان الجنجويد لا حول لهم ولا قوه، ما يقول لك والله غناصين وما غنا، ما عندهم حاجه. خرط ام درمان دي كانت كلها غناصين على بكره ابيها، اكثر منطقه انتشروا فيها غناصين في السودان ام درمان. الان وين؟ وين الدواء؟ طالما معروف الدواء ومعروف كيف جابوه الغناصين ديل، عندك الدواء وعندك شفت انه الناس اللي معاك هناك ما قادرين، جيب فرقه منك، جيب ام درمان وسوق الناس اللي كانوا في ام درمان، الناس اللي اشتغلوا مع الغناصين ديل، الفرقه اللي اشتغلت مع المتحركات اللي اشتغلت في ام درمان دي وحررت ام درمان دي، عندها خبره، معناتها اكتسبت خبره. دي بوديها وين؟ بخليها قبالها تقعد؟ لا، دي بوديها المكان المحتاج ليه، بوديها الجزيره المحاور هناك، طالما عندها خبره ووصلت لمرحله من الخبره في حرب المدن وقدرت حررت ام درمان، معناتها دي كفاءه بالنسبه لي. بسوق منهم جزء، بخلطوا بناس من هناك بيكونوا قوات، عند في قوات كتار في المتحركات، ما بتلقى لواء ولا لوائين ولا عقيد ولا عقيدين ولا كلهم، اقسم شكل اضيف من هنا، اقسم من هنا، اكسر من هنا، اجيب من هنا، انت بتقدر، لكن انت سوق لك ناس كلهم تخطهم وتقعد تدون تعليمات، تتحرك خندق خندق، اتحرك اتحرك خندق خندق اتحرك. الحرب دي انتهت زمان، حرب خندق خندق دي انتهت، الان الحرب بسرعه خاطف تمشي قدام طوالي. تعرف طريقه تخش شباب كيف؟ عندك 150 طريقه ممكن تخش البيوت، ممكن تخش البيوت بيت لبيت، تتسلل للناس زي، في 550 مليون طريقه. الجنجويد ما القوه اللي احنا بنخاف منها، ولا القوه الجنجويد دي لما كانوا بقوتهم وعتادهم وكل كامل جاهز ما قدروا عملوا حاجه، ما بالك الان عباره عن قطيع، عباره عن ملاقيط، عباره عن حراميه، عباره عن قحاطه. نخاف منه وندونا الاحتباريه دي كلها ولا بنهجم؟ لو هجمنا عليهم في محور واحد ودقيناهم المحاور كلها ما بتثبت، ما بتثبت. الان في اختراق في محور في الجزيره، ليه؟ لانه عارفين ماشيين دغري، ول 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 بيبلوا اي جنجويدي. الجنجويدي وقف؟ والله ما وقف، والله العظيم ما وقف، والله العظيم ما وقف ولا حيقيف. ليه؟ لانه الناس العارفه يا جماعه المعارك دي فيها قرار في المركز فوق في القياده، وفيها قرار فوري. احنا عندنا قوات ما بيقدروا يتخذوا القرار الفوري، خايفين، خايفين على كرسيهم، خايفين على رتبتهم، خايفين، ما عندهم الثقه في نفسهم يتخذوا. دي المشكله، والله العظيم دي المشكله. المشكله في انه الغايد بتاع الحاميه عنده صلاحيات ممكن يتخذ القرار، لكن بيخاف يتخذ القرار. بيجي وقت ممكن يتخذ قرار يكون صايب، لكن بيخاف. ليه؟ ما عنده ثقه في نفسه، ما عنده ثقه في نفسه. عشان كده مفروض الان تودي الناس في الميدان، تودي الناس اللي اشتغلت في الميدان عمليات وواجهت الجنجويد وعارفينهم، تودون المناطق اللي فيها القرار والهون عارفين القرار. الان الحرب مفروض تدار بعقليه ثانيه غير العقليه الاولى. العقليه الاولى خلاص ثبتت اركان الدوله، ثبتت البلد، ثبتت المراكز العسكر، الحاميات، مبروك جود لك. يلا الان احنا دارين نلعب خطه ثانيه. طالما ديلك ما عندهم الفكر بتاع الخطه ثانيه وما قادرين يتحولوا لخطه ثانيه، انا ما برهن البلد بناس خلاص. المفروض انا بعد كده التغيير ده ما سنه، الناس دي تعبت، الناس دي احتمال فترت عقولها، فترت كرمشت، العقل خلاص وقف. جيب ناس جداد من العمليات دخلهم جوا غرفه السيطره، جيب ناس من العمليات حاول دخلهم غرفه السيطره،
بأي وسيلة اشتغل على حتة واحدة أنك تفتح الطريق بين أم درمان وبين القيادة. افتح الطريق، اشتغل على الطريق ده أسبوع أسبوعين بكامل قوتك، مسيراتك، عتادك، افتح الطريق ده، افتح الطريق ده، خلي القيادات تخش عشان الناس تعرف. لأنه إحنا لما نجي بعدين نتكلم بيقول لك والله بعد كم، بعد سنة من الحرب ودخل المهندسين برهان وقاعد في المهندسين وفي المكتب جوا بيزعل، بيقول لهم ليه ما بتدبروا ليه؟ ليه يعني دانا، يعني سبحان الله، السؤال اللي سأله برهان ده سأله المواطن مما شاف ليه اول مسيرات ضربت. المواطن السوداني كله سأل السؤال ده، اي مواطن سوداني سأل السؤال بتاع برهان ده. لكن قبل كم؟ قبل 9 شهور من برهان. دلاله على انه، على شنو؟ دلاله على انه الغرفه بتاعت التحكم معزوله، دلاله على انه الاوامر والتعليمات معزوله، دلاله على انه القياده جوا ما في زول عارف عنا حاجه. لانه لو كان برهان عارف عنا حاجه ما كان جا قال الكلام ده هنا قدام الناس. ما هي شيء طبيعي يا جماعه. انت كمواطن اسال نفسك، انت زمانك لما تشوف المسيرات بتقول شنو؟ ما بتقول والله المسيرات بتضرب هنا وبتضرب وهم بيقوموا بيمشوا. الكلام ده قلته بتاني، انت قلته قبل 8 9 شهور. برهان جا قالوا بعد كم؟ جا قالوا بعدك ب7 8 شهور. ليه؟ معناته في مشكله، معناته في مشكله، في مشكله. لانه دي ما حاجه، دي حاجه تكتيك، ده حرب. الحرب دي مفروض برهان يكون ملم بكل تفاصيل يومي، يكون عارف ليه بيضرب كده وليه بيضرب كده وبيضرب كده، ويكون التوجيهات دي هو شاف الفيديوهات دي، يكون الكلام ده قالوا له نوجههم زمانك هناك لو في توجيه. لكن انا ما عارف الحاصل شنو جوا. عشان كده مفروض الان الغرفه تحت السيطره. لو احنا دايرين وطن ونستعجل الشغله والشغله تنتهي، الناس دي الان في اضعف احوالهم. احنا بنديهم زمن بيجندوا، الان هم ما قاعدين، الان هم قاعدين يجندوا. كملوا افريقيا وكملوا كل افريقيا كملت، الان بدوا دخلوا في اوروبا، دخلوا في اوروبا عديد، دخلوا في اوروبا. الان احنا بنقعد بندي زمن وبندي مساحه، الناس دي بيزيدوا، حيزيدوا. لانه دي الحرب دي ما حارب بتاعت ناي. الناس زي دفعوا مليارات المليارات المليارات المليارات. خسارة للسودان في افريقيا، خسارة لافريقيا كلها. اخر لهم طلقة في افريقيا السودان. تشادي والله اللي يشيلوا منها البعر، عدم المؤاخذة. تشادي اللي يستفيدوا منها بعر. لكن خسارة للسودان، خسارة لافريقيا. خسارة لامنهم الغذائي. خسارة لحاجات كثيرة، حتى حيواناتنا اللي هناك، العلف اللي بيشيلوا مننا بيستفيدوا بيصدروا، والله انتهوا. عشان كده بيكاتلوا بكل ما اوتوا من، بيدفعوا شفتا على بياض انه الحرب دي ما ينهزموا فيها، يجندوا يجيبوا يعملوا السما، يشتروا عملاء يشتروا، ما بخلوها مهما كلفونا الثمن. بعدين هون عارفين من السودان ده بيرجعوا. عشان كده ما زالت الزمن ما زال حاسمه في المعارك دي بالذات. كل ما خلصت بدري ورتبت بيتك الداخلي، كل ما انت امورك ظبطت ومشيت وقدرت صديت العدوان، كل ما فتحت مجال للناس دي اديتهم مساحه واديتهم زمن انهم يتجمعوا وانهم يتكاسروا، ديل تانو حيعملوا لك مشاكل. وبكده الحرب دي دارينها ما تجيف لحد ما يتدخلوا فيك امم والدخل لازم هون خاتين كده، خاتين كده. عشان كده يا قيادة الجيش، يا قيادة الجيش، الآن المعارك ما بالنوع القديم بتاع الشعال هنا. المعركة تغيرت، غير المعركة بقت غناصين، المعارك بقت تسلسل ليل بالليل، تخش غناصين تستلم البلد من عمارة لعمار. المعارك الآن بقت دراسة بدرسوها 1 2. المعركة ما بقت باركوها ويلا أكون قدام هي هي هي. المعركة ما في كده. عندك ناس ضباط دارسين المعارك دي، درسوها 10 ضباط، خسرت فيهم 5.2 مليون، اكثر من 5 مليون دولار قول خسرتها فيهم. هذيلك قاعدين، جيبنا الناس ديل سلمهم القياده بتاعت المتحركات وارفع يدك انت،
ارفع يدك، خلي الدوك الدوك يومي، الدوك الحاجات يومي، ذات يومي عملنا وما فعلنا. طالما في ناس ادي الخبز لخبازه، ادي الخبز لخبازه. انت بتقول الجيش ده جيش بتاع دفاع، مدرب على الدفاع. الكلام ده قلتوه انت ولا ما قلتوه؟ عندكم قوات هجوميه بتهاجموا بيها، مدرب على القتال، وديتوه وصرفتوا عليه 5 مليون، اهلتوه، الان رجعتوه بالقانون. رجعوا الضباط ديل، جيبوهم وسلمون المتحركات دي بحسب خبرتهم هم بيقدروا، لانه دي دراسه واحد، دي ما شغله ما بقى السايبه تكنولوجيا، دراسه. القصه ما في عندك كميه كبيره من الجيوش، القصه في الكيفيه اللي بتخش بيها، القصه في الصناديق اللي انت بتعملها، القصه في الاختراق. ده ما سايب يجي بالرجال وبالقضب وبالكميه الكبيره، كل ما زادت كميتك خلاص زادت قوتك. لا، الكميه الكبيره دي مرات بتكون عليك نقمه وليس نعمه. الكميه الكبيره دي مرات بتطششك، الكميه الكبيره دي مرات بتدمرك انت. حميتي ده ما كان بكميه كبيره اكثر منك انت مليون مره، لكن ليه؟ لانه ما عنده التكتيك ولا عنده التكنيك ولا عنده ناس مؤهلين لحرب المدن. حميتي حروبه كلها برا في الخلا، نيران كثيفه، مساحات شاسعه، ويجوا هاجمين عليك كتله، لكن زقاقات ما عنده فيها خبره، عشان كده ما قدر. فشل. انت شغلك دفاعي، قدرت حققته بنسبه 1000%، حافظت على مغراتك بتاعت الجيش كلها. ليه؟ لانك انت دارس الدفاع وعارف كيف بتدافع وعارف كيف بتتخندق وعارف كيف بتحمي حاجاتك، عارف. المعركه بينكم كانت انت اديت وظيفتك كامله، حافظت على القياده، حافظت على وادي سيدنا، حافظت على المدرعات، حافظت على الاشاره، حافظت على المهندسين على اكمل وجه. الجنجويدي فشل انه يهاجم. ليه؟ لانه ما الهجوم ما بالكميه الكبيره، ولا داير نيران كثيره، ولا داير عربات كثيره، ولا داير من اين تؤكل الكتف. في ناس دارسين من اين تؤكل الكتف. ده ملخص المعركه الان الحاصله. لو ما جبت الناس ذيل وسلمتهم، اديت الخبز لخبازه، ولو كان الفضل اليوم، احنا ما عندنا مشكله مع فضل، لانه في النهايه الجيش انتصر. الجيش ما قصر، القائد الفوق اللي لسه قاعد ده ما قصر، الغرفة تحت السيطرة ما قصرت، العسكري الواقف في الحدود هناك حامي في بورسلا ما قصر، الواقف في النيل الأزرق ما قصر، في الفاشر ما قصر. لكن الآن احنا محتاجين للخبرة، محتاجين للاعب الخبرة، محتاجين في ناس خبرة عندها بين أين تؤكل الكتف. أنا بجيبهم بقدمهم بديون الحاجة اللي هم دايرين شنو، انتم نوفر لكم شنو عشان ننتصر؟ بيقول لك وفر لنا 1 2 3، دايرين قوات كبيرة، القوات الكبيرة دي خلوها لنا في الحتة الفلانية، ادعمونا بكده، ادونا وصلونا طيران في اللحظة اللي احنا بنقول دايرين، جيبوا المعركة بتنجز والموضوع بيمشي لقدام. الشغلة ما دايرة حاجة كثيرة، الشغلة دايرة غناعة ودايرة تنازلات من ناس، ما الا انت تنسب لنفسك الانتصار. لا، خلي الوطن ينتصر، واحنا كلكم بنكرمكم وكلكم بنعمل لكم تماثيل في الخرطوم. هنا كل الشوارع كثيره، وما شاء الله عندنا الله ادانا مساحه كبيره، كل زول ناخذ 3 تمثال بحته، ده تمثال الفريق فلان، ده تمثال الفريق فلان، ده تمثال الفريق فلان، ده تمثال الهناي فلان، كلكم بنكرمكم. لكن الان نحن محتاجين للناس اللي درست حرب المدن بالورقة والقلم، واخذت فيها دورات واشتغلت واقع ومشت جربتها وطبقتها عندنا. لو ما عندنا نقول ما عندنا، لو الكلام ده ما عندنا نقول والله ما، اكيد عندنا، استعينوا بهم، جيبوهم، خلونا يكونوا في الخطوط الأمامية. الشغلة ما بالكمية، الشغلة ما بالثنائيات. لو الشغلة بالثنائيات والرباعيات الجنجويدي ده كان ركبنا كلنا زمان. الشغلة لو بالثنائيات والكمية الكبيرة والحشود الضخمة، والله الجنجويدي ده كان ما خلى فينا نفخ النار. لكن الشغلة بالعلم، والشغلة بقت فكر، والشغلة بقت تدرس. الناس دي بيعرفوا يخشوا وين، وبيعرفوا يخشوا مدني كيف،
وبعرفوا يخشوا الجزيرة كيف، وبعرفوا يطلعوا جنجويد من جحره كيف، وبعرفوا يجيبوا الغناص كيف. الشغل ده درسوه دراسة، سين زائد صاد يساوي كده، ده موضوع منتهي. يعني دي عندهم شغل واحد اثنين بيعمل كده، درسوه وطبقوه فعليا في معارك، وخاضوا معارك وكثير، وناس جايبينه ونسع في معارك. عشان كده يا برهان رجع الضباط بتاعين هيئة العمليات، القرار عملت الاثنين ورجعت القانون، رجع الضباط بتاعين هيئة العمليات، طلع المرسوم الثالث بتاع عودة ضباط هيئة العمليات، جيب الضباط وديهم ده شغلهم ودي وظيفتهم، وهون درسوا وهون اللي كانوا غايدين المعارك في السودان. الجيش اشتغل ما قصر، دافع، حافظ على أعراضنا، حافظ على الوطن، وللآن جيب كمل القانون ورجع الضباط، رجع الضباط الكفاءة صرفت عليهم الدولة السودانية، رجعهم. القصة ما في كمية الآلاف التاتشرات ولا آلاف الجنود، القصة في العقلية. العقلية انت الآن ليك كم ماسك كل الحاجات في محاور، عندك جيوش أكثر من 500,000 بتتقدم مترين ثلاثة ليه؟ بتمش مترين ثلاثة ليه؟ لأنه في جنجويد قدام عندهم غناصين جوا، الناس ديل بيعرفوا الجنجويد ديل يصلون 200 ويجيبون 200، دي حقيقة. الناس ديل اللي بنتكلم عنهم ديل بيعرفوا الجنجويد ده بيصلوه 200 وبيجيبوه 200 وبيطلعوه 200 وبيخشوا 200. انت الكلام ده ما عندك، انت عندك مسيرة تضرب، ومرات تضرب ومرات ما، بيوت الجيران ما وهم قاعدين. ادي الخبز لخبازه، الناس اللي كانوا مزولين من الحاجة دي موجودين معاك، وانت رجحت القانون ورجحت القانون المخابرات ورجحت المواد ورجحت، رجع الناس، اصدر القرار، جيب الناس طوال الليل رجع القرار، رجع الضباط، جيب الضباط المؤهلين، جيب الضباط اللي درسوا، الناس اللي عندها خبرة خليها تخش مع الناس، جيب الناس خليها تمشي تخطط للبلد. القصة ما كمية بتاع الضباط ساي، القصة فيك درسوه ولا ما درسوه، وانت احترافكم بتقول انكم انتوا ناس دفاع. عشان كده في مشكلة، احنا عندنا كل حاجة، عندنا السلاح، عندنا السلاح الحديث، عندنا السلاح الاحدث منه، عندنا طيران، عندنا المسيرات، عندنا الكمية، عندنا العدة، عندنا العتاد، عندنا اي حاجة. الليلة في سلاح جديد بيجربوا فيه في مروي، سلاح جديد الليلة في مروي جديد، قسما بالله العظيم في سلاح جاء، قسما بالله يكفينا لمدة 100 سنة. فتحت، تعرفوا فتحت، بيقول لك جدة فتحت، والله العظيم جدة فتحت سلاح، اسمعوا كلامي ده كويس، بس في حاجات ما بتتقال، لكن قسم بالله العظيم عندنا حاجة جات، الجنجويد ده حيتبل بل، دارين نستثمر السلاح اللي بيجينا ده عشان نستثمر الزمن، عشان ما ندي مجال للناس دي اللي تلموا تاني. لما نحرر الجزيرة ونحرر الخرطوم بنقدر مجال نمشي دارفور عشان نطرد الناس دي من كل دارفور. لما ترجع الناس ويرجعوا هالا دارفور، يرجع لها هالا البلد، بتتأمن الخرطوم وتتأمن الجزيرة. لكن بنقعد نحرس، يتقدموا مترين، القرار قال أقيفوا متر، قال اقعد يومين. احنا دي خطة، احنا ما دارين نفقد جندي ولا دارين نفقد مواطن، لكن دي حرب مفروضة علينا، اي تأخير فيها ما في صالحنا، الزمن الوحيد الان ما في صالحنا، احنا نسابق الزمن عشان ننتهي من الناس دي. كل تأخير بنديهم مجال يبدعوا ويفكروا، كل تأخير بنديهم مجال يبدعوا ويفكروا في هزيمتنا. أنا لو مزول من القرار ومزول من الطيران ده، قسما بالله العظيم الدبيبات دي والمليط، انتهيت من المنطقتين دي، أنا بأمن دارفور وبأمن كردفان، الدبيبات ومليط بمشي نيالة دي، والله ما خلي فيها نفخ النار، كلها شفت بيوتها كلها ملوء أسلحة، كل بيوتها ملوء منظمات بتجيب سلاح، منظمات بتدخل سلاح، اتملت امسحها مسح، والله البلد دي تاني جنجويد ما تقوم لهم قايمه اليوم الدين. شفنا الصراخ بتاع الجبوري بيصرخ كيف،
شفناه بيصرخ كيف الآن يا دوب احترف بالدولة واحترف بالحكومة، يا دوب الجبور احترف. المعركة انتهت ولا ما انتهت؟ انتهت. دلة كان في الأول داعم وواقف وبيطلع تسجيلات وبقول، الآن بيقول لهم شنو؟ إحنا حنمشي نعمل اجتماع وحنكون حماية لحد ما تجي الدولة، لحد يعني اقتنع أنه الدولة جاية، يعني عرف أنه انتهوا، يعني اقتنع أنه حميتي تبلى. ده الجبور اللي كان واقف ولا كان داعم ولا كان معاه بيقول لك الجيش وما الجيش والدعم السريع ومفروض ومفروض. الآن بيقول لك الجيش يجي يحمي ويلتزم بحاجاته، بيقول لك كده لما تجي الدولة، لما تجي الدولة. بيصرخ الجبور، معناته المعركة خلصانة. لكن دائرة شنو؟ دائرة غرار عسكري، دائرة غرار من البرهان قبل أي حاجة يرجع إعادة الضباط بتاع هيئة العمليات وكل الجنود في هيئة العمليات، كلهم يرجعون، كلهم يرجعون. الغرار عنده في مكتبه برضه مع القرارات الاثنين. الغرار ده ما بيجي له أهمية من المادة 50، ولا بيجي له أهمية من المواد، ولا بيجي له أهمية، لأنك أنت أجست القانون ورجحت الصلاحيات. لكن الناس اللي بيطبقوا لك اللي عندهم خبرة ما رجحتهم للآن. الآن فيه ناس كثيرين شغالين ساي بدون ما يرجعوا، شغالين ساي، بس شغالين ساي مؤخر ليه؟ طيب أنا عندي ضباط ومحتاج ليهم، وديل بسخ فيهم وديل جوني في الحارة واقفين معايا الآن بيكاتلوا معايا، ليه ما أبسط حاجة أكرمهم أرجعهم؟ ما أرجعهم أمضى فيها شنو يعني؟ بتعمل شنو يعني لو رجعوا؟ خايف من منو؟ المواطن دايرهم، الدولة صرفت عليه، ليه ما أرجعهم الآن؟ لازم أرجعهم، لازم أرجعهم الآن، لازم أرجعهم، لازم الآن. مفروض إعادة هيئة العمليات، إعادة عدوه، لكن يعيدوا الضباط بتاع هيئة العمليات كلهم بقرار فوري الآن، الآن الآن. والحرب دي بيديروها، بيديروها مع الجيش، أقسم بالله الموضوع انتهى، اقسم بالله الموضوع انتهى، ما محتاجه ولا اي زول، بس شفت ديل بيجو الموضوع انتهى، معاون الجيش، معاون ضباط الجيش، معاون، والله الموضوع انتهى. لانه يا جماعه دي حرب بتاعت وطن، يا نكون يا ما نكون. دول طمعانه فينا، قافله علينا بالجوكر. احنا انتصرنا والله العظيم، يعلم الله انتصرنا، يعلم الله جيشنا وقف، يعلم الله حققنا الانتصار. لكن في حاجات مغيدة الانتصار الحقيقي في الميدان، من العقلية بتاعت القيادة، القيادة بتاعت غرفة العقلية بتاعتها، عدم معرفتها بالواقع الحاصل برا، انفصال عن الحاصل برا، قعادة سنة كاملة في مكاتب، ما حتقدر تقدم لك حاجة ولا حتقدر تعمل، ما شافت ولا عارفة الجنجويدي ده شنو، ولا عارفة هي خدت الوضع الزماني قبل ما تخش المنطقة دي، خدت انه في جنجويد، السودان ده مليان جنجويد، وانه البلد دي الجنجويد انتهوا يا الجو الميدان، الجنجويد انتهوا، خلاص القصة انتهت، القصة انتهت. عشان كده بننتظر الغرار، بننتظر الغرار الآن. المفروض يطلع إعادة الضباط بتاع هيئة العمليات، وإعادة المفصولين من هيئة العمليات كلهم على بكرة أبيهم، وودوهم المناطق بتاعت العمليات، الموضوع انتهى. احنا ما بنقعد نحمى، ده وطن أهلنا الآن تعبانين، كل يوم بيضيق عليهم الدنيا، كل يوم بيتعبوا زيادة، في ناس ما قادرين يأكلوا، ما قادرين يدفعوا حق الإيجار، والله استحملوا أكثر من طاقتهم، والله القحاطة بيمشوا يلزوا فيه ونقول لهم قولوا قولوا، وهم بالجوع ده بيقولوا بلبس. القحاطة عمل لهم جروبات وتعالوا دعموا وهناي، ورفضوا يخشوا بيقولوا بلبس. الناس ديل ما لنا حق نقيف معاهم ولا ننتهي لهم الحرب سرعة سرعة؟ عارفين الحاجة دي من الله سبحانه وتعالى، لكن تعمل المسببات عشان يكون توكل وليس تواكل. احنا عارفين النصر من عند الله دي، ولا حافظيننا، كلنا حافظين، لكن النصر من عند الله ده عنده حاجات انت بتعملها، اسباب، لو ما عملتها ما تستنى نصر من الله، ما تقعد اي واحد يكتف يدينه ويقول لك احنا اللي تعمل الانتصار من الله، احنا عارفين من الله، لكن جهز للانتصار مسبب منا شنو؟ منا جهز حاجاتك كلها المطلوبه اللي بيقولوها لك، في حاجات كثيره الدنيا كلها شايفها،
اول القياده الان تعبت فتره عديل فتره، دخل لك ضباط من الارض عشان هون عارفين، رجع اعاده هيئه العمليات لانها هي اللي كانت بتحارب وهي العارفه وهي الدارسه، ولا كانت جوا ولا كانت برا وبتحارب الفتره الاخيره دي كلها، هي القوات الهجوميه حقتنا وهي اللي كانت بتحارب، رجع كلها بقياداتها، رجع الوطن محتاج ليها، انت رجعت القانون ورجعت اي حاجه غالبك ترجعون، رجع الناس، رجع القيادات كلها، رجع ناس مازن، رجع كل الضباط شلتهم، رجع الضباط كلهم شلتهم رجعهم، خلونا نرجعوا، ما ديل عارفين دي الحقيقه يا جماعه. عشان كده باذن الله تعالى، باذن الله تعالى نسمع اخبار حلوه، باذن الواحد الاحد نسمع اخبار حلوه. يا الناس تطمئن، انا اديتك محاور اخترقوه واديتك الجزيره، لكن في مشكله في التقدم، انت دار تقدم سريع، دار تنتهي المعركه يوم يومين، في حاجات لازم تتعامل، الحاجات دي بيعملها منو؟ بيعملها البرهان، الحاجات دي بيعملها البرهان، قرارات بيطلعها، انضاض بيمضاها، البلد بترجع زي ما هي واكثر من، والله سرعه. لكن بنقعد ننتظر ونقعد، الناس زي ما بنتظر، الناس زي شغالين لينا كل يوم بيفكروا في حاجه جديده، كل يوم بيفكروا في فكر جديد، كل يوم بيعملوا في مكيده، كل يوم بيعملوا في حاجه جديده. لازم احنا نستعجل، الزمن ما في صالحنا، الزمن ما في صالحنا. الله يديكم الصحه ويديكم العافيه، سلام عليكم.